أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: رجل صلى فلما انتهى من صلاته وجد في قدمه شيء من قال وجد في قدمه شيئا من الشمع يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ماذا عليه وما الحكم في حاله؟ عليه أنه يزيل الشمع ويعيد الوضوء من جديد ويعيد الصلاة، لأن الوضوء الأول ما هو تام ناقص، لأن الماء لم يصل إلى ما تحت الشمع، عليه أنه يزيله ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد الصلاة.